تنويه، هذا محتوى ترفيهي نابع من القلب. الكلام اللي انت بتقوله ده خطير؟ لو خطير وضحه عشان انا ما فهمتش منه حاجه. يبقى خطير. مرحبا بكم في سلطة عم بلح، حلقة جديدة من برنامجكم بلاك لايت، البرنامج البيو بيو بيو، البرنامج الابيض والاسود الخطير جدا الفتيء جاي من المفتقة. ايوه مفتقة على هنا عادي. البرنامج الالز الالز الالز. نعم يا سيدي، عامل عامل عادي الحمد لله. اخ شاجي لسه جاي من ماتش البادل. طيب كنت بلعب بادل بجد والله. انا عايز العب بادل. ممكن لا كنت بتلعب بادل ولا لعبت بادل؟ لا لسه والله، بس اسمع ان البادل نزل عندنا فمحتاج ان احنا محتاجين نلعب بادل. نلعب بادل ده حقيقي. احجز لك، انا اعرف الولد اللي هناك. ماشي. كان في بطوله النهارده واخويا راء. لا والله. اه والله. ولعب بقى هو كسب ولا لا؟ قالوا اللي هيكسب ياخد ساعة قبل. انا ممكن اعرف حاجة ايه الناس زنبها ايه؟ زنبها ايه؟ زنب اقول لك كده. ايه ده بجد؟ والله زنب اقول لك. ده كلام خطير. ده كلام خطير. خد بالك علشان احنا بقالنا كام حلقة بنقول كلام خطير. بس محدش واخد باله. ده حقيقي. فخلونا نسأل اخي شاجي اخطر سؤال على هذا الكوكب، وقال وهو نرجع معنا النهاردة. نرجع نرجع للجيل الحالي مع توسين. توسين 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 وايوب النبوي. حلو حلو. قشطة. التراك اسمها ايه بقى؟ داويني داويني داويني. داويني. خلينا نسمع عشان انا يلا بينا متشوق. مش احنا الصراحة رجعنا بس بالسنين لورا الحلقتين اللي فاتوا. ده حقيقي. تمام. وهي دي طبيعة الحياة، نرجع ورا شوية نيجي قدام شوية. تمام. فزميلي شوف انت حابب تقول ايه وانا معك. زميلي انا مقلق من ايدك، يعني خدها ورا المايك. اخدها ايه؟ ورا المايك. ورا المايك؟ اه. ده زي ورا مصنع الكراسي. لا يعني 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 اهو يا زميلي. ايوه شكرا. اهو يا زميلي. تمام. بس انت زميلي صاحبي ومفروض. ما انا صاحبك بس انا مقلق. يعني علاش يا زميلي؟ علاش يا زميلي؟ انت شو واحد هتطلع بس. علاش يا زميلي؟ الصراحة اها الديكور ضيق. ما انا بقول لك كده بصراحة. صراحة الانتاج بقى ضعيف قوي والله. قلت لك كده، قلت لك نوسع. ما اعرفش فيه ايه. قلت لك نوسع على نفسنا. طب نعمل ايه؟ طيب نطلع بره. شعبط على الحيط. نطلع بره يا عم ويبقى هيبقى فيه دوشه. بس دلوقتي الاي اي ما خلاش يا عم. انا عن نفسي زنب اقول لك احنا نطلع بره. محتاجين نطلع في البلكونه. نطلع بره ونظبط بره لوكيشن كبير. ايوه تمام. والاي اي هيظبط لنا الدنيا بتاعت العزل. ما تشوف لنا والنبي نعملها في بلكونه. نفسي نسمع رياكشن في بلكونه. كنا هنعملها في مراكش والله، بس لقينا ان احنا هنعمل دوشه وفي ناس نايمه في غرف. ده حقيقي. جنبينا جدا، فحسينا ان الموضوع هيكون صعب جدا. فخلينا يا زميلي شوف انت حابب تقول. يلا بينا معك. خلينا نقول قبل ما ندخل في التفاصيل، اتمنى انكم تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس على الانستغرام وتروحوا على الفيسبوك وتسيبوا الشكل ده الشكل العربي بتنزل عليها حلقات غير اللي بتنزل هنا. نتمنى ان احنا نوصل 300,000 مشترك قبل نهايه العام. وخلينا ندخل. لو بكره نهايه العالم هنزل في اول عربيتي. العنباوي. العنباوي. مش العنباوي. العنباوي. ايوه احلي دمو عيسانو اصحاب لي كانوا معايا قلالو ما خلو ما قالو الى مشيت انا مشي دنبي نهار دمو عيسانو اصحاب لي كانوا مشيت انا مشي دنبي نهار دموعي سالو جرح ولا لا والو هادو مصو دمي معاشو مجالو فراقك انتي كي اديني قولي كلمة تداويني وغير انت اللي بين عيني وكل شي قال لي انساها وقلبي جامي ينساها صوت صوت ده عارفه عاملين لي كده. هو ده هو ده ايوب. إيه كده ده ايوب. لا لا مش ايوب ادري. لا لا مش ايوب ادري. ايوه يا عم. ايوه يا عم ايوب عنباوي. اصل احنا انا اعرفه باسم ايوب بس. ايوب عنباوي يا ابني. الاغنيه دي يا جدعان حد عارفها؟ حد عارفها؟ دي اللي كان فيها ضرب نار جدا. ايوه يا عم ايوب انا بقول لك الصوت انا عارفه. انا مستغرب. هو انا بقى الصوت مظبوط بقى. هو هناك كان الصوت واطي. خد بالك انا فاكر التراكات. ما خلو ما قالوا
اكيد انا بيه نهار دموعي سالو جرح ونعوه هادو مصو دمي نعيش ومجالو فراقك انتيكي اديني قولي كلمة تاويني وغير انت اللي بين عيني وكل شي قال لي انساها وقلبي جامي ينساها كل شي قال لي انساها قلبي ما بغاش ينساها وصهير انا في القنطار ده يا زميلي. ايه يا جماعه احنا سالنا السؤال ده قبل كده دلالي كانت يعني ايه دلالي دلالي شكلك نسيت الفيراري كانت يعني ايه دلالي كانت يعني زي عزيزي كده ولا مش هي دي ولا الصراحه مش فاكر دلالي عدت علينا كتير دلالي دلالي دي ممكن زي يعني كده اهو انت فاهم انت كان في تراك لجراند توتو اسمه دلالي ده حقيقي بس الصراحه انا مش فاكر ماشي عيني قراني مولا حني في غزالي انا في طارد. انا فيك كنطيح انا فيك كنطيح انا فيك كندور كندور ما هو يا كندور ما سمعتش ح خالص ما سمعتش ط سمعت ط كنطيح كندور انا فيك كنطيح مش عارف صوت كنطيح يا غزالي يا غزالي انا فيك كندور الصوت بتاع الاوتو ده لا 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 والله ده ادالك واحده والله صوت الاوتو تيون مغيرها يا جدع جت بعدها هو وقف وبعد كده انا في كنت اعملها كده صوت الاوتو تيون مخلي الجمله تلعب لا يا غزالي يا غزالي انا في كنت شايلي يا دلالي يا دلالي تيجي اديني قولي كلمه تداويني وغير انت اللي بين عيني صعبه يا اخي برضو يا اخي صعبه لما كل الناس تقول لك انساها وانت برضو مصمم ومش عارف تنساها برضو صعبه يا زميلي رايح فين صعبه يا جدع انت برضو جدع زيو 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 جدع عيال انا برضو يا جماعه عندي انا ليه ابقى حزين وارقص ليه كمزيكا يعني حابب ابقى اكون حزين قوي هي دي المشكله ان هي مش حزن هو ده اكتر تراك في فيديو يعرفك الحته دي جايه منين الكلام اللي انت بتقوله ده خطير لو خطير وضحه عشان انا ما فهمتش منه حاجه يبقى خطير بص بصيت هو دلوقتي متبهدل ومتشخرم وطالع عيني متشخرم يعني هو مش الناس كلها بتقول له انساها تمام وهو مش عارف ينساها يعني مفيش بعد كده سواد يعني بيحبها يا لمبي مفيش بعد كده بيحبها سواد بيحبها يا لمبي انت فاهم يعني وفي مقوله اخرى كيبغيها بالزاف تمام حلو فهو دلوقتي ايه مكتئب جد حلو
بس مش مكتئب بقى اللي هو اللي هو مش متسهوك على دماغه مش سهوك، لا هو زي ما هو في الاخر كده يا انت هتطلع عيني يعني مش قادر اتساكي. لا ارجع شويه قبلها بشويه اللي هو انت مفكره نفسك ايه كمان شويه اللي هو اللي هو مش متسهوك هو كده متسهوك. لا انت شايفه نفسك على ايه وفي نفس الوقت ايوه ايه ايه مش عارف اتساكي ليه حد سمعني الايله الفستيفال ايه المزيكا دي بقى المزيكا دي بتبقى هنا في الوقت ده في الوقت ده. لا يعني ماشي انا معاك انا معاك انا كمستمع عايز اعيط عايز ابكي انا حاسس بيه دلوقتي. ما هو بص المشهد انا ليه انا ليه اعمل يعني ليه بقى هي هي كده ليه ليه الاثنين هي هي دي هي دي بص انت بتضحك من كتر ما انت مأذي. هو ما حدش بيضحك انت مش بتضحك انت بترقص من كتر ما انت مأذي. ما هي اللي هو اللي هو انا مش هينفع ابقى متضايق انا ضيعان بس مش بس انا مش هعيط يعني كبريائي منعني ان انا اعيط فانا هرقص انا هروح وهقعد مع الرجاله وهحبح هخرب الدنيا. ما حدش عايز زميلي دول اصدقاء السوء زميلي. ما هو ما هو قاعد ما هو راح لهم بقى انت فاهم اللي هو ايه الشباب بالعالم انت فاهم وهو دلوقتي عمال بي بي بيسب فيها انت فاهم اللي هو يلا بنت البتاع ومش عارف ايه وبتاع او بيسب في نفسه الله اعلم. لا هو هنا هو هنا 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 مبستف فاهم اللي هو ما هو بيرقص وهي مستفزاه مش قادر مش قادر يسيبها مستفزاه هي برضه. وخلي بالك الحته دي خطيره جدا في الانسان الكلام ده خطير لا الحته دي كمان خطيره والله زميل في استفزاز كده فهو استفزاز بيحصل فهو بعد ما رقص راح طلع على ايه بص هو خلينا متفقين ان هو مستفز ومش مستفز من حاجه هو مستفز من نفسه انه مش عارف ينساها انه مش عارف ينساها فقام عامل الاغنيه دي هو وصاحبه تمام بس فيها رقص انا الريتم بتاع الرقص ده اشمه يا عم في طبلة غريب بتخليك كده انت عايز تعمل كده بس انت حزنان ويا حاسس بيه يعني انت فاهمني انت حاسس بيه كويس جدا بس انت من كتر ما المزيكا يعني فاهم انت اللي هو ايه كده برضو يعني انا الصراحه احرجت يا جدع انت اصلا البتاع كل الناس قالت لي انساها وانا جامي ما ننساها دي طالعه من جوه انا ما قلتش حاجه انا بقول لك انا عايز احزن معاه انا حاسس بيه حاسس بيه بس المزيكا مخلياني برضو اللي هو ايه يعني حته كده انت فاهم يعني انا حاسس بيه انا كان نفسي اكون معاه قلبا وقالبا جامد يعني أنا بكل روحي واحزاني ولكن انا عندي حته مفرحان في لا مش في مزيك لا البروديوسر مفرحني لا انا مش معاك انا الصراحه تمام او مخليني اتمايل معاه رغم ان انا المفروض اكون في سكون تام انت بتتمايل يا ابني وانا متمعن في كل خطأ. لا معلش يا زميلي عشان الاتيتيود بتاع بيختلف بدل ما وربنا علقها لك اهو بس انت كلمه الكلام ده خطير والله الكلام ده خطير لا الكلام بجد خطير لا حقيقي خطير حقيقي اصل دي حقيقه الصراحه في المغرب قالوا لي احنا يا ابني لما بنحزن ولكن بيبقى جوانا حته كده اللي هو ايه دعونا نركز على احزاننا يا عم انت اصلا جاي من حته انا جاي من حته يعني من انا جاي من حته يعني انت كنت تسمع عمرو دياب اسمعني بس بقى اسمعني بقى خلينا نتكلم بقى بجد انا جاي من بلاصه خلينا نتكلم بقى تمام واحده واحده خلينا عمرو دياب قال لك في مره انا عايش ومش عايش يلا حس عملها ازاي لانه مش عايش ومش عايش يا عم بلاش دي عشت عمري قبل منك يوم اتولد قبلها بساعة عشت عمري قبل منك يوم ايوه اتولد قبلها بيوم ايوه واما شفتك تاني عشت كله في يوم حلو هو راجل سريع يبقى كده عنده كام سنة اضرب بقى 2 في 3 لا اضرب الفن 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 مش عن بس دي بس معروفة بس دي معروفة بس والله اللي انت قلت دلوقتي ده كلام مهم زميلي وده انا متوافق زميلي خليني اقول لك على حاجة هو انت محسسني ان انا بهاجم الاغنية مع احترامي الشديد ليه انت بتهاجم الفكرة خالص امال ايه ده انا بقول لك انها عجباني طب احنا قاعدين طب احنا ما روحناش ليه بجد دلوقتي معرفش انت اللي حسستني ان انا بقول لك يعني هو مخليني انا احس معاه بكل جروحه بس في نفس ذات الوقت انا فرحان بس مش فرحان فيه يا مش فرحان فيه انا فرحان ان انا انت مخليلي مزيكا
حزينه مفرحه الاثنين في بعض. توترتني الاثنين في بعض والله. زميلي لا قدم لي وجبه، قدم لي وجبه يا زميلي مع اني مش دافع كتير. الاغنيه 3 دقائق وعامل لي فيها وجبه زي الفل. زميلي انت فهمتني غلط. انا فاهمك صح والله. انت فهمتني غلط والله. فاهمك صح بس المشكله ان انا اتاثرت. طب ما انا اتاثرت بس انا ما فرحتش. انا اتاثرت ولكن كان عندي حته كده، كتفي كان بيعمل كده. كتفي لما بيعمل كده انا اتوترت. انا والمشكله ان انت كتفك ما بتهزش بشويه. شفت يا زميلي؟ شفت يا زميلي؟ مش عارف حد يهزني كتف يا زميلي والله. انا مش عارف حد يهزني كتف. بس كان في ريتم اللي هو ده اللي هو بس ما سمعتوش. سمعتوش لا تك 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 مع كل واحده دي تلاقي كتفك عامل كده يا زميلي. عنده حته برضه في حنجرته دي كانها كانك بتولول لان فيها زهق. خلاص بقى خلاص بقى. وبعدين الصرختين اللي حصلوا في الكليب بصراحه هو صراحه تمثيله ممثل حلو 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 عيشني الحاله مع الصراحه. واللي عامل الفيديو كمان الصراحه المخرج ووقت برضه ما كان قاعد مع اصحابه برضه الحته دي حلوه جدا. لا انا عجبني مشاهد كمان وهو على الموتوسيكل بالليل كلوزات برضه اللي هو واخدها برضه وهو قدام البحر برضه حلو جدا. في هنا كان في هنا افكت حلو كده عجبني. ايوه ده يعني عجبتني دخلك جواه كده. يعني هو قصد ان هو عارف انت يجيب لك مشاهد كده كلوزات مش كلوزات ان هو يدخل عليه بالكاميرا بحيث ان هو ايه يحسسك يقربك منه. سواء ملامح تمثيله حلوه الصراحه معبره جدا. بصوا خلينا نقول عشان احنا طولنا في الحلقه دي. احنا طولنا براحتك. انا قناتنا والانتاج انتاجنا. دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معكم مستر دادي شاقي سلام.